بقدم اختي الفاضله والاستاذه الدكتوره المتميزه دكتوره ياسمين جمال. يعني اهلا وسهلا بها، ونورتي ومنوره دايما يا سياده المديره زي ما حضرتك، ربنا يعني يخليك منوره لينا. الدنيا كلها ان صح، شاء الله. تتفضل دلوقتي تبدا الاستاذه الدكتوره ياسمين جمال، ولقاء متميز ان شاء الله مع الدكتوره ياسمين ومع كل الاساتذه الافاضل اللي موجودين معانا في الجلسه ان شاء الله. اتفضل بعد دكتور. إذن بقاء منورنا اتفضل. بنشكركم جميعا. هنقفل الكاميرات وهنقفل علشان السبيكر اللي يتكلم يبقى بقدر الإمكان اوكي هو، فكلنا هنقفل دلوقتي. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. ألف مبروك دكتورة هالة على هذا التجمع العلمي الرائع المعتاد الحقيقة، وشرف ليا، وشكرا على الدعوة الكريمة إن أنا أكون وسط أساتذتي وزملائي، وإن أنا أكون في جلسة ترأسها أستاذتنا دكتورة إيناس رأفت، وإن أنا أتكلم قدام أستاذتي اللي علمتني كل حاجة أستاذة الدكتورة سناء يوسف، وإن أنا أكون في نفس الجلسة مع دكتورة نشوى متى وكل الأساتذة الأفاضل اللي معانا. الحقيقة ده تجمع جميل، والحمد لله يعني دايما يا دكتوره هاله من نجاح لنجاح. شكرا دكتور بهاء على التقدمه. انا الحقيقه النهارده هتكلم على حاجه اي هوب ان هي تكون يعني حاجه ذات تاتشز اور افري داي براكتس، نيرشرينج ذا جروينج برين، او هو البرين نيوتريشن عندنا في اطفالنا اخباره ايه؟ لان احنا بيجي لنا كتير قوي كومبلينز في العيادات، ابني مش بيركز كويس، ابني مش فوكس بتاعه مش حلو، الاتنشن بتاعه مش حلو، الميموري جاست، نقفل الكتاب مش فاكر حاجه. هل في حاجه احنا كان ممكن نعملها، او في حاجه احنا ممكن نعملها حاليا تساعد اطفالنا ان تركيزهم يبقى احسن، الفوكس بتاعهم يبقى احسن، ادي له اوبتيمم برين نيوتريشن؟ هل انا ممكن اعمل ايرلي انترفنشن ذات كود هيلب اوبتيمم برين ديفلوبمنت؟ هنقول الكلام ده ان شاء الله كونسايز وفوكست، وان شاء الله يتاتش اور براكتس. عندنا طبعا مقوله مشهوره جدا، الطفل المصري هو اذكى طفل في العالم، ودي مقوله راسخه في يعني في فينا كمصريين ان احنا اطفالنا اذكى اطفال في العالم لغايه لما بيخشوا المدرسه. هل هذا هو الوضع حاليا؟ الاي كيو ماب بتقول لنا لا، للاسف الاي كيو بتقول لنا ان اور سيتويشن يعني تقريبا افريج اي كيو او بيلو افريج، من 74 to 82 هو ده الافريج بتاعنا in Egypt. طبعا والرانكس هايست في الدول بتاع الايجيان كونتريز زي سنغافوره وكوريا وجابان، هم دول اكشولي هم اذكى اطفال في العالم. واحنا عندنا في افريكا واسيا الدنيا مور اور ليس متوسطه، بس احنا in Egypt الحقيقه وي هوب ان الاي كيو ليفل بتاع الاطفال يبقى هاير، بغض النظر عن اي كونسرن على ذيس ستادي واتعملت على مين والسوشيال كلاس ايه والديموغرافيكس بتاعها كانت اخبارها ايه، بس الحقيقه ات واز ان الارمنج ساين، وخصوصا ان احنا معانا برضو بارل ريتس اوف مالنيوتريشن في الايرون ديفيشنسي وفي الستانتنج وفي الويستنج، ذات شو مس ان احنا وي شود هاف ايرلي انترفنشن. اتس نوت اونلي جينيتكس، هو ذا كومنست ان الطفل بيورث ذكاء امه. طيب جيناتكس لها رول وبعدين؟ لا طبعا، عندنا حاجات كتير قوي بتتدخل في البرين ديفلوبمنت، منها النيوتريشن هو الفيرست 1000 دايز الفاونديشن اوف لايف، اساس حياته بعد كده هو كان بياكل فيه ايه. اوبتيمم نيوتريشن فور ذا برين، برين نيوتريشن هابنز وذين الفيرست 3 ييرز اوف لايف، فيرست 1000 دايز، من اول ما الام بتاخد نيوتريشن لغايه الطفل ما بيخلص السنه الثانيه من العمر ماكسيمم برين ديفلوبمنت، تقريبا 75% اوف ذا برين از كومبليتد. خلاص what is done is done. لو انا ما عملتش optimum nutrition in the first 1000 days I lost a very good opportunity ان انا اعمل optimum brain development. طب والenvironment؟ environment is very important. الstimulation والinteraction والexperiences اللي بتخش للولد بعد الoptimum، طبعا انه يكون عنده visual auditory كويس، مهم جدا. الenvironment has a role. يبقى it's a circle الحقيقه من genetics, nutrition and environment. If I have good genetics، والمصريين هم أذكى أطباء في العالم، هم أذكى أفراد في العالم، أنا عندي برضو nutrition has a role، والenvironment that يعني I'm talking about has a very strong influence. What is happening in the brain during fetal and early postnatal life؟ هو ده اللي هنقوله سريعا، هو إيه اللي ممكن يكون بيحصل، وإحنا إزاي يعني نسهل facilitate all the good conditions for optimum neuron development, for optimum brain development. Some interesting facts
The brain is the most complex organ. It is 2% of the body, yet it consumes 20% من energy. يعني هو يمثل 2% of the weight. بس بيستخدم 20% of the energy. For just studying or just giving this lecture consumes energy. At birth, most neurons of the brain will have موجودين تقريباً 100 billion neurons. وأنا بكلم at birth يعني هو بيمو من أول 20 days, 22 days post-conception. من بعد ما الأم حملت 22 days يبتدي ال brain formation يحصل. You end up at birth ب 100 billion neurons. By the age of 3, brain is 80% of the adult size. تقريباً كل ال development اللي أنا عايزاه it's بعد كده later functional maturation بس the neurons نفسها they are more or less formed. وعندي 1,000 trillion connection by the age of 3 years. This is huge. I will not gain more blacks and eventually I will lose this بعد كده later in life. كل دي الحقيقة amazing facts لأنها بتقول لي قد إيه this is a complex process وقد إيه مفيش تهاون وإن أي deficiency in this critical period and rapid development هتؤدي لي بعد كده irreversible effects. How a child brain develops, perinatal period, brain time, window of opportunity for nutritional optimization of brain development and future health and performance. الأم الحامل بعد كده النutrition بتاع child breastfeeding exclusive at least 6 months وبعد كده continue breastfeeding with the appropriate foods. حاجات احنا بنقول fundamental. The first 1000 days brain nutrition هو utmost importance. The inclusion of fat من أول 6 months complementary feeding is of utmost importance and we will know why now. Cognitive educational performance skills are influenced by early nutrition. And the 5 stages, neurulation, neuronal proliferation, neuronal migration, synaptogenesis, myelination. بيبدأ كل ده بيبقى تقريبا completed at birth. نكمل synaptogenesis ونكمل myelination of nerves, which is really important للprocessing of an impulse. فبيختلف رد فعل هذا الطفل, الinteraction مع الenvironment, speed of processing of النيرف impulse. كل ما يبقى myelinated النيرف كويس كل ما هذه السيجنال بتبقى fluid أكتر وبتمشي بسرعة, speed of processing بيبقى higher. Why brain nutrition is fundamental in the first 4 years of life? علشان أنا بتكلم طبعاً زي ما احنا شايفين السنسوري pathways. البرين بيبدأ من تقريباً الديفلوبمنت بتاعه قبل البيرث وبعد كده البيرث يبتدي اللانجوج يبقى أتموست in the first 2 to 3 years of life. بعد كده اللانجوج acquisition بيبقى برضو peaked عند تقريباً 7 to 8 years وبعد كده I develop higher cognitive functions اللي بيبقى highest at the age of 10 وبعد كده بيحصل لنا decline with age later on. What is pruning? Use it or lose it. لو أنا النيرفز اللي عندي ال 1000 البليون neurons دول are not used efficiently, ما عندهمش stimulation كويس, I will lose them eventually. What are used are هم what are developed salon functional maturation. Otherwise, use it or lose it. 90% of a child's brain develops happens before the age of 5. وعندي frontal lobe الحقيقة اللي it's very important للvoluntary behavior والabstract thinking والplanning والimpulse control. عندي parietal lobe المسؤول على taste والtouch والability to recognize objects والcoordination والoccipital lobe بتاع vision, cerebellum balance and temporal lobe control كل الأر senses. It remains the questions, لو البرين كل اللي بيحصل فيه in the first 2 or 3 years of life. Are we providing our kids with optimum brain nutrition? Why is our, يعني ال IQ map بتاعنا مش optimum? ليه? ال equation is not in the favor of our children. This is what we are going to discuss now. وهن discuss mainly حاجة اسمها priority nutrients. Nutrients with effects on early brain development and behavior. And the macronutrients that are really important في البرين development, أول حاجة protein. الشايل لازم يكون بياخد adequate proteins with essential amino acids منها الكولين ومنها التورين which are really important for the whole process of synaptogenesis, of dendrogenesis, of myelination, very important for neuron development. The protein is really important. The LCPOF as we will have detailed information عليها. Glucose is the number one energy of the brain. ما ينفعش ان انا اقول I will not need glucose. I need also fat. I need phospholipids, which are really important for cell membrane formation with fluidity, وبالتالي the speed of processing with learning with memory بيتحسن مع الفوسفوليبيدز اللي موجودة في الفاتس.
عندي micronutrients of utmost importance زي الزنك والايرون ودول they always go parallel لأنهم they are more or less in the same sources في الأكل الأيودين والكوبر عندي vitamins وcofactors زي vitamin A, D, folate والكولين بنحطه potential الحقيقة brain enhancer لو هنجو in discussion ال priority nutrients اللي بالنسبة لي هم omega iron zinc iodine vitamin D deficiency is not allowed in this critical period supplementation helps a lot all through life cycle الحقيقة من أول ال foundation لغاية بعد كده ال childhood طبعا احنا قلنا brain nutrition begins in utero فالأم لو هي deficient في الأوميجا الأم deficient في الأيرون كل الحاجات دي هتأثر على brain development of her child in utero بالعكس the deficiency the maternal deficiency of omega أو of DHA and maternal deficiency of iron linked لل ADHD linked للأوتيزم later on linked behavior disturbance احنا بنشوفها بعد كده في child after birth the effect of nutrition أي nutrient that is deficient depends على ثلاث حاجات major the duration of deficiency at the A وأنا عندي limited duration I have a really narrow time frame narrow time frame to live with all my life all the life بعد كده of the child يبقى أنا عندي ال programming بتاعي أول سنتين من العمر the degree of deficiency كانت at the A و at the A timing the critical أو بنسميهم the sensitive periods of development اللي حصل فيها هذه deficiency يعني لو حصل لي deficiency of DHA perinatal زي ما احنا قلنا perinatal is the window of opportunity انا هيبقى عندي deficiency المشكله ممكن تكون irreversible لو حصل لي iron deficiency anemia in the first 1000 days هتبقى المشكله irreversible على cognitive effects بعد كده فالتايمنج مهم عكس لو جالي طبعا في childhood انا ممكن correct What are LCPUFs or omega? They are bianchosum polyunsaturated fatty acids and they are divided into omega 3 which is the head precursor of DHA the glucose ethanoic acid and the omega 6 which is the precursor of AA or arachidonic acid دايما بيبقى عند الناس الفكر ان احنا we need omega 3 we don't need omega 6 actually we need a balance between the omega 3 and the omega 6 we don't need a lot of omega 6 لانها it decreases the conversion of an omega 3 to DHA which is the most important fatty acid yet we need the balance between the omega 3 and the omega 6 عندي مشكله في الاوميجا بروسيسنج ان هي بتخضع لحاجات كتير قوي لو انا عندي الاوميجا 6 قلنا زادت it will inhibit the absorption of الاوميجا 3 الconversion already of omega 3 to DHA in the child قليل يعني it is less than 1% وهو محتاج ال DHA in a lot to do with the brain development بتاعه فبيبقى دايما الconversion بتاعه conversion rates are low وعندي جيناتيك الحقيقه برضو بيخش فيه جيناتيك سوسيبتابيليتي مش كل الناس دي ميتابولايز الاوميجا ان ذا سيم واي فكل في ناس ممكن تاخد الاوميجا 3 سبلمنتيشن او ان فود دي ميتابولايز افيشنتلي وفي ناس لا ففي حاجات كتير قوي بتتدخل في النيدز بتاعتنا من الدي اتش اي والاي اي هاو ذي بينيفيت ذا برين هم ذي ار الحقيقه برايمري كومبوننت ان ذا هيومن برين احنا وي نو ذات ذا هيومن برين 60% فات DHA is the most abundant fatty acid compromising تقريبا up to 40% of the brain يبقى ده مش حاجه احنا بنهزر فيها او حاجه that is allowed to be deficient in this critical period DHA is found even in greater concentration in the retina وموجوده في الفوتوريسبتورز 5 to 60% in the retina ومسؤوله عن الفيجن ديفلوبمنت بالذات في الاطفال البريماتور والاطفال النورمال it is really important component of a retinal development يبقى أنا بتكلم على ال DHA as a building block الحقيقة للبرين in this critical period. It aids in brain cell maturation and it is responsible الحقيقة على neurotransmission وhelps in the release of neurotransmitters. يبقى أنا بتكلم إن هي مسؤولة عن myelination, مسؤولة عن neurotransmission, مسؤولة عن maturation of astrocytes, مسؤولة عن كل البرين maturation. It is the most abundant fatty acid that is there in the brain. يبقى طب هو if it's that important why do we call it essential because humans are poor DHA synthesizers احنا لا نصنع ال DHA احنا we need it from an outside source the human enzymatic process is not able to introduce a double bond for fatty acid molecule at position N6 and N3 for these are obligate that we have to take them from an outside source must be provided in the diet and therefore named essential يبقى الأوميجا مش موجودة طبيعيا في اكلنا او موجوده في اجسامنا طبيعيا. The mother who is not taking omega will not provide omega to her child
whether it's intrauterine or it's through breastfeeding. فلازم نبقى عارفين it is an essential element that we have to take in food. من رحمة ربنا إن إحنا بيحصل لنا accumulation in the brain beginning in utero. بيسحب كل الـ DHA في الـ third trimester الطفل ويبتدي accumulated in the brain علشان الـ utmost important بتاعه وعلشان الـ maximum benefit. لو الأمة ما عندهاش أوميجا ما بتاخدش sources of DHA و AA هتجيبه منين علشان to fill the stores of the child. علشان كده pregnant women should consume at least 300 milligrams of DHA per day and children should consume 150 milligrams daily to support their brain development. A pregnant woman, if she's not taking fish consumption at least once per week, one to two servings per week, هي مش بتاخد كفايتها من omega-3 and she needs supplementation. مشكلة عندنا ان احنا في pregnancy, the mothers always بيبقى عندهم phobia من الفيش والadvice of the obstetricians دايما do not take fish, do not eat fish علشان المركري والpesticides والcontamination بيبقوا خايفين فمبقاش الحقيقة في sources كويسة للأوميجا في الأمهات. بعد كده بيحصل accumulation لغاية 5 years of age ولازم ده برضه زي ما احنا قلنا يبقى taken whether it's in the breast milk أو in complementary foods or in the foods بعد كده that the child is consuming. It supports the memory focus and attention. It's important component for the hippocampus. مسؤول عن levels of serotonin, dopamine, noradrenaline. Helps prevent brain shrinkage. فعشان كده it is up, يعني it is beneficial for all the life cycle, مش بس في الانفانسي, will lower risk of dementia later on. Studies on omega and cognition, evidence suggests إن هو it enhances learning and cognitive development for children. بعد خلاص احنا حصل لنا brain development, احنا بنتكلم على الأطفال اللي بيخشوا عيادتنا الخمس والست سنين, الأطفال اللي في الابتدائي والأمهات بيشتكوا دايما من الفوكس بتاعهم, الevidence والأبحاث بتقول لنا إيه؟ إن هو they can benefit from the omega supplementation أو الأوميجا, نحن نفوكس في الأوميجا into the food, بس بالذات مع individuals with low intake أو children with low literacy ability, the supplementation بيحسن reading abilities will spelling age-related cognitive decline. Three meta-analyses, they prove that they improve the memory, attention, and processing speed in adults with mild cognitive impairment or age-related cognitive decline. في برضو a very interesting study, اسمها the DOLAP study, where they supplemented 360 children aged 7 to 9, سن الابتدائي وأولى إعدادي, with 600 milligram of DHA of algal oil, وهم لقوا إن children دول they were chosen with low reading levels. They demonstrated significant improvements in reading performance and behavior. يبقى لو child already عنده difficulty أو عنده مشاكل, we are entitled إن احنا to supplement him with omega-3 and focus على omega-3 sources of food لأن هو he will benefit as proven by research. This is another randomized control study for school children. They gave them a bread spread fee fish flour from a marine source. We can see improvement for verbal learning and memory of the children, spelling or reading. This is a randomized control trial that was done in 2009. There are studies that proves in احنا حتى في school age children, we can improve reading abilities with the spelling with the cognitive subsets. DHA deficiency, مسؤول عن hypomyelination وaltered fatty acid profile وabnormal behavior, بيؤدي learning difficulties, behavioral problems, ADHD, developmental delay, linked also the depression. DHA deficiency should not be allowed, especially for maximum brain development, the first 3 years of life. Breast milk طبعا هو الoptimum food, هو الideal food, هو اللي ربنا خلقه, the best source of omega. Human milk contains 30 times more DHA than the milk of other mammals. Other mammals, they don't need brain development. أما ربنا عمل لنا breast milk for human babies اللي هم مسؤولين هو أهم حاجة فيهم brain development. Yet, depends maternal diet. It depends الأم بتاكل sources of DHA ولا لا, بتاخد sources of omega ولا لا. She needs to consume oily fish, egg yolk as much as she can. Higher DHA for erythrocyte membrane lipids in breastfed versus formula fed were higher in premature human milk. The prematures did not have the chance to accumulate DHA in utero. We said the maximum accumulation happens in the third trimester. We also did a research with the American Academy by Dr. Ines Rafat on the breast milk of Egyptian mothers. Unfortunately, the Egyptian mothers have proven that
الاوميجا الدي اتش اي بتاعهم كونتنت كان لو، سبيشال المذرز اللي دو نوت كونسيوم فيش او ما بيحبوش السمك او ما عندهمش ريجولر كونسومشن اوف سورسز. فا اتس ريلي امبورتنت. وده ممكن يفسر لنا ليه احنا فعلا الاي كيو of our children is not optimum. كنا بنعمل الأطفال دي بيلي والبيلي سكورز بتاعتهم ما كانتش حلوة، وكانت في التوينز الحقيقة أسوأ كمان من السنجل children. Breast milk contains تقريبا 0.3 of the milk fat as DHA، وده بيوفر لنا at least 100 milligram DHA for term infants. Well, this is the optimum. Yet زي ما شايفين ال DHA levels in breast milk of different countries of women in different countries، طبعا اليابانيين معديين more than 1% of the fat. This may explain why their IQ is higher. وطبعا ال adequate level هو 0.3، واللفلز القليلة زي ما احنا شايفينها في البلاد اللي mainly بتستخدم ال western diet، وما فيش عندنا ال sources of omega زي consumption of fish. Breast milk, a very large trial. اتعملت على breastfed infant أكتر من 17,000 breastfed infant. Have proven طبعاً إن verbal IQ is higher, performance IQ is higher, and full scale IQ is higher as compared to formula fed children. الاستادي دي طبعاً اتعملت من تقريباً 10 years ago. دلوقتي even in the formula you are not allowed إن أنت تطلع recipe of a formula without a supplementation of DHA. And AA. EFSA panel advised that infant formula and follow-on formulas should contain higher amounts of DHA. كان ده مسموح ان احنا ما نحطش دلوقتي. It's not an option. زي ما هو موجود في breast milk in this concentration, the formula has ان هي تضاهي ده. Sources للأسف عندنا صعبة شوية. احنا نتكلم على سالمون which is يعني not حاجة سهلة في الشعب المصري. نتكلم على 90 جرام بيدوني 148 الـ RDA اللي انا محتاجاه. التونة والسردينز والتراوت. البلانت سورسز اوف الاوميجا زي الوالنوتس العين الجمل الفلاكس سيدز والكانولا من الحاجات برضو سورسز اوف الاي ال اي. بس احنا قلنا الاي ال اي لو عالي احنا مش عايزين ده لانه بيقلل الكونفرجن اوف الاوميجا 3 تو الدي اتش اي. وذا بيست ابزوربد سورسز ار ذا انيمال سورسز. فيبقى السؤال should we give our children omega supplements؟ طبعا لو أنا عندي طفل ما عندوش adequate dietary intake ما بيأكلش fish كويس at least one serving per week malnourished picky eater with chronic disease with food allergies عملاله elimination these children should be supplemented without يعني without a doubt. ال RDA بتاعنا 100 and 150 milligram per day of omega 3 DHA بالذات. وناخد بالنا ان السبلمنتيشن اللي موجود في الاسواق does not provide this much. يعني كل الحاجات اللي فيها اوميجا في السوق هنلاقي فيها حاجات very small amounts. فجست تشيك whatever supplements you are giving and just make sure ان هو sugar free وان هو preservative free. زي ما احنا قلنا plant sources of omega do not supply enough DHA. In infants very high amounts of ALA did not result in increase في blood DHA. احنا قلنا بالعكس هو بيقلل الconversion. وناخد بالنا ان giving cod liver oil او زيت كبد الحوت ده مشهور قوي. ناخد بالنا ان هو فيه high levels of vitamin A and D. ف beware of the toxicity. This is the supplementation as recommended by different organizations. احنا بنتكلم على ال RDA في الايج من 2 to 10 تقريبا 150 to 200 milligrams with pregnant 300 milligrams per day. The other priority nutrients is iron. ودول الأطفال المصريين we have 60% burden of iron deficiency anemia below the age of 5 years and this is a disaster by all means that we are working on and healthcare professionals are working on والبلد is working on للمبادرات الرئاسية اللي بتتعمل لمحاربة الأنيميا والتقزم. الحاجات دي كلها يعني بتؤثر على our future. Our children is our future. Iron is important. Why? Because it's involved in the brain power. It is involved in dendrogenesis, synaptogenesis, neurogenesis, myelination, covering of the neuron, and the speed of processing, and neurotransmitter synthesis. كل الحاجات دي مسؤولة عن a lot of subsets في cognition, ومسؤول عن complex. الميلين مسؤول عن the speed of processing. Dopamine mediates reward, affects memory and motivation. Energy complexity of brain structure which in turn supports learning and memory. كل ده iron is involved in the brain development. Estimated in the 1 gram decrease في الهيموجلوبين اللي احنا بنقول ده هيموجلوبين 10 هيموجلوبين 10 ده مش حاجة سهلة. هو iron deficient بقاله سنوات بيبقى في decline في future IQ by 1.73%.
ايرون ديفيشنسي مسؤول عن لوت اوف ديفيشنسي في الكوجنيتيف سبسيتس سنسوري موتور في اول سنتين من العمر لو موتور سكيلز وابيليتي تو اكسبلور اند انتراكت وذ ذا انفايرمنت بري اوبريشنال الاطفال من سن سنتين لسبع سنين مفيش اتنشن اند كونسنتريشن الاطفال من 7 ل 11 سنه لو سكورز لو ميموري الفورمال واللانجويجز بعد كده في الادوليسنت كل الحاجات دي بيتاثر عليها الايرون ديفيشنسي ومش كده بس هو بيأثر بيعمل sleep disorders, hesitancy, worriness, higher risk of depression and behavioral disturbance later on, higher risk of schizophrenia in adults. كل الحاجات دي iron deficiency بي predispose ليها ف it is not something that we can overlook. نعمل ايه؟ iron rich source على قد ما نقدر. Sources of heme iron هي ال bioavailability بتاعتها بتبقى the highest اللي هي موجودة في الليفر والميت والبولتري كل الحاجات of animal origin والشلفش والأجز كل الحاجات دي فيها heme iron sources of non heme iron لو انا هاخد الحاجات اللي rich in iron لازم احسن البايو افيليبيليتي بتاعها لان هي it is low in bio availability 2 to 8% فلو انا هاخد الحديد بتاعي من حاجات زي النتس والدرايد فروتس والليجيومز لازم احط عليهم حاجه تعملهم enhancing الابزوربشن بتاعهم فبحط عليهم حاجات rich in vitamin C يبقى انا عندي iron rich food if i want to make maximum bio availability للايرون ده I put حاجات rich in vitamin C زي البرتقال والكيوي والفلفل الألوان كل الحاجات دي هتenhance the iron absorption وتخلي الطفل more or less من أول ما يبدأ complementary feeding أبدأ iron rich food أغطي gap of iron وأكمل بعد كده of optimum absorption للفيتامين مع الفيتامين C احنا we have endemic iron deficiency anemia احنا قلنا levels فال WHO الحقيقة بتrecommend that we supplement our children even if they have normal if they don't have anemia at least 3 months per year احنا بنتكلم على من اول 6 to 2 years من 6 months to 2 years انا باخد 12.5 mg per day من 2 years ل 5 years 20 to 30 mg per day at least once a week for 3 months every year 6 to 11 years 30 to 60 mg at least once a week for 3 months every year these are the prophylactic to just خلصنا اوكي زنك ما مسؤول عن neuropsychological development خلاص دكتور بهاء انا قدامي 1 minute أيودين مسؤول على الميلينيشن والنيوروترانسميتر وبتظهر نتائج واحنا دلوقتي عندنا أيودايز سولت ما بيبقاش عندنا very obvious deficiency بس take care after 2.5 years vitamin D important in the brain growth وزي ما أستاذتنا دكتورة سنة بتقول هو الفيتامون هو موجود in the nerve cells موجود في البرين low receptors مسؤول على الـ IQ والكولين ما ننساهوش الـ eggs are very important in our children nutrition والمالتي فيتامين بريبريشن لو اديتها بتحسن eventually الاكزيكتيف performance للاطفال. My take home message if you want better school performance and faster language development and fewer behavioral issues, fewer fine motor issues, avoid the brain threats, give brain protectors, don't forget superfoods زي turmeric من الحاجات اللي بتحسن جدا ال brain development. Thank you. Sorry ان انا عديت ال time. Thank you very much, Professor Dr. Yasmin. يعني أنا سعيدة جداً جداً لأن أنا دخلت معاكم النهاردة وسعيدة جداً يا هالة بنجاح المؤتمر بتاعك الجميل للأسف أنا الفيديو بتاعي فيه مشكلة لكن أنا سعيدة جداً جداً اللي أنا بشوفكم وبسمعكم وكالعادة ياسمين محاضرة جميلة شاملة جملة يعني Thank you very much for your session. ربنا يخليك يا دكتورة سونيا سعيدة بوجودك معانا الحقيقة وانت وحشانة خالص ميرسي يا ياسمين على التوك الجميل وعلى فكرة بتوع التغذية دول مفتريين التغذية دول كلهم مفتريين وبياخدوا وقت كلكم مفتريين معلش معلش تحمست يا دكتورة فرصة فرصة هي جميل أنا على فكرة بقى exception كده بقى بما إني رئيس المؤتمر هسأل سؤال صغنن كده بس فرصة جت موضوع قصة إن إحنا وإحنا بنشتري الأوميجا أوميجا 3 وأوميجا 3 6 و 9 دايما قالوا ابعدوا عن الحاجات اللي فيها 6 و 9 كمان رسيتوا على إيه في الآخر What the RDA is to supply the DHA and AA. هم أي supplement يا دكتورة هلا دلوقتي موجود in the ratios that are optimum. يعني هو هتلاقي ratio 2 to 1 DHA ل AA. فهو أي supplement بيبقى as by the ratio. Omega 6, omega 3, 6, 9
more or less للأدلس لأن برضو السكس هو البريكورسر بتاع البروستاجلاندينز that we need في cardiovascular disease وفي الانفلاميشن بتاع الأدلت more or less. Children with brain development الفوكس هو على DHA في الأطفال. والناين كمان anti-inflammatory عشان كده زي ما ياسمين بتقول it is more for the adults. احنا محتاجين البرين أكتر في الأطفال. يعني احنا كأدلت بالنسبة لنا ما فيش مشكلة في التلاتة. لا 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 ممكن تاخدي خمسة هقول لك مين الخمس بعدين بيني وبينك. اوكي. مرسي يا سو. مرسي يا حبيبي.